مرحبا، اليوم راح ألون انمي وراح ألون تسوكاسا من انمي هاناكو كون. خليكم مع الفيديو. اول شيء راح ارسم بالماركر. الماركر طلبته من شيئين، وقلم التحديد طلبته من مكتب الجرير اسمه مايكرون. هذا هو. والحين راح ألون اول شيء البشرة. باخذ ذا رقم 4. اخترت اللون شين عادي. كان كمل وكان ما شفنا شيء. هلا هلا نسوي ما حد تغير لاني نسيت اسويها. ايوه الملابس هنا شوي اسود. ترى وانتهيت. الثانية مو بنفس هذه بالضبط، فراح أعدلها شويتين على السريع بس يعني. وش بقينا؟ الودون بقي إلا الودون شخل. بقي لنا البشرة والشعر. الشعر عاد أوريكم بعدين آخر فيديو. خلصت، راح ارسم الظل على السريع واللون مرة يجنن، فراح استخدمه بعد هنا. وانتهينا. بلون البشرة على السريع، استخدم الساند ولا نفسه بس بجرده. استخدم الجهاز الثاني 104. وهذه الرسمة اللي كثير البنات في المدرسة عندي يطلبونها مني، وأنا بعد رسمتها مرة ثانية، وهذا بعد سوكاسا. كل الرسمات الثلاثة اللي قبل، الثنتين اللي قبل كانت سوكاسا، وهذا بعد سوكاسا. الرسمة دي حتى أنا أطلبها منك بس عبدة مرة جنن. من وين كذا القلم؟ خلصت، وطبعا أختي انضمت معي. هاي، لا تنسوا تحطوا النات لايك. أوكي، حسوي الحين الظل، وراح استخدم هذا المرة الثانية. مرحبا، رجعت لكم تقريبا بعد يوم او يوم ونص او يومين،
وأنا ألون الرسمات، والحين بوريكم النتيجة النهائية. وهذه الرسمة بشكلها النهائي، إذا عجبتكم حطوا لي لايك. هذه الرسمة الثانية بشكلها النهائي، أتمنى تعجبكم. وهذه الرسمة الثالثة والأخيرة بشكلها النهائي. اكتبوا لي بالتعليقات أي واحدة عجبتكم، رقم 1 ولا 2 ولا 3. وبس، باي.